احد اهم المبادرات اللي الوزاره معنيه بيها، وبالتالي المعهد القومي للاتصالات بيعمل على التدريب فيها، هي مبادره مصر تصنع الالكترونيات، اللي بتهدف الى اعداد الكوادر في مجال الالكترونيات. مجال الالكترونيات ليه اكتر من نطاق. احد النطاقات اللي احنا مهتمين بيها في التدريب في الوزاره او في المعهد هي الانظمه المدمجه للسيارات. ان العربيه زمان كانت عباره عن اكبر اختراع بشري ميكانيكي الانسان عمله. حاليا العربيه تحولت لجهاز كمبيوتر معقد جدا، كل حاجه فيه بيتم ادارتها عن طريق الانظمه المدمجه اللي موجوده مختلفه جوه السياره. فبالتالي بيبقى محتاجين مهندسين قادرين على برمجه الانظمه المدمجه دي علشان يساعدوا في التحكم في انظمه السيارات الحديثه. بتشتغل برضو او المبادره مصر تصنع الالكترونيات بتهدف لاعداد كوادر في تصميم الدائره الرقميه والتناظريه، اللي بتخدم تصنيع الرقائق الالكترونيه في مصر وفي العالم. انا كنت كليه هندسه وقسم ميكاترونكس، وفي اخر سنتين ليا في هندسه حسيت ان انا ابتديت اميل اكتر لمجال الامبيدد سيستمز او الانظمه المدمجه. فكان في كذا ويبينار حصل تبع المعهد القومي للاتصالات اللي هو تبع وزاره الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، تبع مبادره مصر تصنع الالكترونيات. قدمت في المنحه دي، وبدايه من الكرايتيريا ان انت تخش اصلا بيبقى فيه حاجات كتير prerequisites متطلبه، ان انت يبقى عندك بيزكس كتير في البروجرامنج وبالذات في الامبيدد سوفت وير. بعد ما عدينا بالمراحل بتاعه زي التصنيفه او الكرايتيريا بتاعه القبول، عدينا ب HR او تكنيكال انترفيو وانجلش انترفيو. في الاخر تم قبول فئه معينه من الناس اللي عدت كل الانترفيوز دي، والحمد لله ربنا كرمنا ودخلنا المنحه كلنا هنا. مشروع تخرجنا هو بيزد اون اداس سيستم، او اللي هي انظمه المساعده للعربيه. ناخد نموذج صغير مثلا عربيه تسلا، بيبقى فيها حساسات او سنسرز حوالين العربيه كلها، عشان لو في اي عربيات بتتحاول ان هي مثلا تخبطها او في اي اوبجكت قدامها، هي بتعرف تواكب التطور ده او ان هي تحس باي عربيه او اي اوبجكت قدامها. فمش محتاج اي تدخل بشري من الموضوع، كله بيبقى اوتونومس. فاحنا حاطين شويه سنسرز حوالين العربيه نشوف في اوبجكتس قدامها ولا لا، في حاجات في البلايند سبوت بالعربيه، يعني مثلا لو السائق قاعد وفي حته في المرايه بلايند سبوت هو مش شايفها، احنا بنكفر الموضوع ده وبنخلي العربيه فولي اوتونومس، وحتى ممكن تحركها او تستخدمها ثرو اوت الموبايل. كان في تجربه جميله جدا ان احد مشاريع التخرج لاحد المجموعات التدريبيه انتجوا جهاز باور سبلاي او مولد طاقه بيتم التحكم فيه الكترونيا عن طريق الموبايل. اقدر اتحكم فيه واخد بيانات عنه، واقدر ان هو يتوصل باجهزه مختلفه. احد الشركات عجبت بيه ونفذته وبقى منتج صنع في مصر.